إذا جاك دور هزيل ولكن بإجور عالية، وجاك العكس يعني دور محترم وبإجور قليلة، ايش تحب تختار بينهم؟ نكون صادقين. والله أنا حاجيه حتى سويت برنامج على هذا الموضوع. إنه أنا قبل كل شيء آخر شيء أفكر بالأجور، إذا ما أقرأ النص وأقرأ الشخصية. حتى مرة سويت مقلب بإحدى الفنانات، قلت لها أنا من الخليج وعندي عمل مشترك ورايدك، ايش قد تريدين أجور؟ قالت دفترين. عاد قلت لها يا بها أنت طلبتي دفترين، عرفتي هذا العمل يجوز يسيء لبلدك، يجوز يسيء للدين مالتك، للطائفة مالتك، لاسمك، غير أول ما تعرفين شنو العمل خجلتي. فأنا إذا ما أشوف النص ما يهمني الأجر.